معرض إيفا في برلين الذي يضم 1500 مشارك من العالم. يضم المعرض كل أنواع التكنولوجيا المستهلكة، أجهزة التلفزيون ذات الدقة العالية، اللوحات، آلات التصوير والمكانس. وقد كان التلفزيون ثلاثي الأبعاد للنظارات نجم المهرجان لهذه السنة. ما نتحدث عنه حالياً هو التطورات الكبيرة في مجال التلفاز. رأينا في السنوات السابقة بين 2 إلى 38 إنشاً مع قدرة الثلاث أبعاد التوافقية، ولكن تقوم الشركات حالياً بصنع أجهزة تفوق 50 إلى 60 إنشاً. أصدرت توشيبا في الإيفا أضخم شاشة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات بقطر 139 سنتيمتر. يؤكد المصنع أن العدسات الجديدة تؤمن رؤية بتأثير ثلاثي البعد حتى عندما نتحرك أمام التلفاز، لكن سعره عال جداً، 8,000 يورو. 8,000 يورو، هل تعتقد أن الناس سيشترون؟ بالتأكيد لا نعتقد أننا سننتج بشكل كبير في البداية، لكن يمكنك تذكر ما حدث قبل 10 سنوات عندما ظهر البلازما للمرة الأولى، كان بمبلغ 15,000 يورو. هل تعتقد أننا بحاجة إلى تلفاز ثلاثي الأبعاد بلا نظارات؟ أعتقد أن ثلاثي الأبعاد تجربة رائعة، إنها الطريقة الطبيعية لمشاهدة أي شيء، ولكن طالما تستخدم النظارات فإنك تستخدمه مرة في الشهر أو الأسبوع لفيلم أو مباراة، أما التلفاز بلا نظارات مستخدم بشكل يومي. لدى فيليبس نظرة أخرى للتلفاز بلا نظارات، فقد قدمت إيفا نموذجا للتلفاز ولكنها ترى أن التقنية غير جاهزة بعد. 3D without glasses. ثلاثي الأبعاد بدون نظارات قادم بشكل أكيد، ولكن لا نعتقد أنه جاهز فعلا. نعتقد أنه في السنتين القادمتين. اختراع جديد لأجهزة المحمول من المصنعين اسمه سامسونج جالاكسي نوت. الفكرة أن يكون بين اللوح الرقمي والهاتف الذكي، مجهز بهاتف وكاميرا جيدة ومنظم ثنائي وقابل للعمل على الأندرويد. سعره لم يكشف بعد، وقال النقاد أنه أكبر من أن يكون هاتفاً وأصغر من أن نقرأ عليه الصحف. خصص جزء من المعرض للشركات الصغيرة وأحياناً للعمل العائلي. كم من المرات اضطررت للبحث عن طريقة لشحن جهازك المحمول دون إيجاد حل؟ اخترعت هذه الشركة الأمريكية غطاء للجهاز يمكن أن يكون بعدة ألوان كبطارية إضافية، يمكن أن تزيد عمر الجهاز ل8 ساعات إضافية، متوفر حالياً للآيفون بسعر 90 يورو. يقال عموماً أنه من الصعب الحصول على علاقة جيدة بين الآباء والأبناء، لكن لنرى هذه الحالة بين أم وابنتها. أرادت هذه السيدتان استعمال القفازات واستخدام شاشة اللمس، وباعتباره غير ممكن وضعتا الفضة داخل القفازات لاستخدام الشاشة. يمكنك وضع القفازات واستخدام الجهاز وكتابة الرسائل بسعر 20 يورو.